اهلا وسهلا مع فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتنا. النهارده جايين نغطيكم الاكتيفيتي اللي بتحصل في قطر في معرض سهيل للصيد والصقور. جايين نغطيكم المعرض كله وجايين نشوفوا الاكتيفيتي اللي بتحصل فيه. حاجه حلوه جدا، ومعرض ده بيحصل كل سنه في نفس التوقيت لكل محبي الصيد ولكل محبي الصقور. ما احنا كده شايفين ورانا الناس كلها جايه عشان تحضر المعرض، وده حاجه جامده جدا. احنا كده دي بدايه المعرض، ودي الصقور واللي فيهم ده الهيد هانتنج، او بمعنى صح زي ما بيقولوا الرباص اللي بيحطوه على الصقر عشان يقدروا يتحكموا فيه، زائد ان هو فيه زي ليش كده او خيط كده بيقدروا يتحكموا فيه، بيفضلوا ماسكينه. زي ما احنا شايفين هنا دي الصقور اللي بتعمل عليها مزاد. انت بتيجي هنا تخش على التابلت، تختار السعر اللي انت عايزه وتحط سعرك، وبعد كده اعلى سعر هو اللي بياخد السعر لما بيبدا المزاد. زي ما احنا كده شايفين، زي ما بقول لكم كده، دي الراس بتاعت السعر علشان السعر ما يعرفش يتحرك ولا يعرف يعمل اي حاجه. زي ما قلت لكم برده ده الليش، كل ليش عليه رقم السعر زي ما انتم شايفين كده. ده مثلا 19، هنا في سيكشنز، السيكشنز كلها فيها ناس عوارضين عندهم اللي عندهم ادوات بقى عشان الصيد والحاجات دي، والطلعات هنا اللي بتبقى في البر، كل الحاجات اللي في الطلعات زي ما انتم شايفين. وده هنا كده البارتيشن بتاعت وزاره البيئه. هنا برضو ده سيكشن تاني، شركه تانيه عندها الادوات اللي بيستعملوها. شركة تانية زي ما قلت لكم، ده الليش اللي هو اهو اللي بيبقوا ماسكين بيه الصقر، في منه انواع وفي منه الوان، زائد كمان هنا بيبيعوا سوفونير الصقر، سوفونير لراس الصقر زي ما قلت. زي ما انتم شايفين كده، دي الحاجات اللي بيركبوها في راس الصقر، اشكال وانواع. زي هنا كمان هي 20 ريال، هي 30 ريال والله صحيح، بس انا اخر حد اللي بنصحوا فيه علشان يفك الصقر. يعني هنيجي نشوف كده، دي الجوانتيات، تلبس الجوانتي كده والصقر بيبقى هنا، وهنا بيتعلق فيه الكريب بتاع الخيط بتاع اللي هو ممسوك في رجليه عشان يفضل ماسك في ايديك كده. خلي بالكم موضوع الصقور اتطور جدا في الفترة الأخيرة، حتى بقى في جي بي اس تحطه في الصقر تعرف الصقر فين، ودي الأجهزة الخاصة بتعقب الصقر. أي خاصة لو أنت طالع منطقة أنت مش عارفها، في ناس كتير بتطلع مناطق زي العراق، وفي ناس بتطلع زي سوريا وروسيا. هنا برضو دي بعض المعدات، هنا برضو بعض الحاجات اللي عشان الصقر، مثلا يعني ده درون عشان الصقر. طبعا زي ما احنا شايفين في التلفزيون هنا بيصور عشان يغطوا هنا برضو موضوع المعرض. طبعا زي ما احنا شايفين كده، دي بعض الأدوية اللي المفروض بتستخدم في علاج الصقور. زي ما احنا شايفين الحاجات اللي بتتحط على راس الصقر دي بمقاسات، يعني ده 2.5 وده 1.5 ودي 75، وشوف حاجات بتتعمل هاند ميد، ودي الخيوط اللي زي ما قلت لكم بتتحط في راس الصقر. طبعا هنا ده سيكشن للناس اللي بتحب تعرض الصور بتاعتها بأحجامها وأعمارها المختلفة، وزي ما احنا شايفين كلها عليهم وبتطلع على راسهم علشان يقدروا يتحكموا. طبعا احنا شايفين كل الكاميرات دي علشان خاطر لما المزاد يبدا. زي ما قلت لكم كده، دي اجهزه الصوت زي ما احنا شايفين كده، من ضمن الاجهزه كمان في سرايا، دي
كلها بيستعملوها عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض في الاماكن اللي مش فاشله. طبعا من الحاجات الحلوه برضه على الناس اللي طالعه تصطاد دي اكيد بتبقى طالعه تاكل، بتلاقي حاجات زي دي ده قدر 90 لتر عشان لو عايز تاكل مندي في الصحراء، كهرباء علشان لو انت عندك الجنريتور توصل على الجنريتور. يعني مثلا احنا دلوقتي في الصاله بتاعه المزاد، مثلا الشخص الاولاني ده هذا جيب حاطط 100,000 ريال هذا مقسوم عليه ترى جيب حلو الثاني حاطط 30,000 ريال شكل غير. نجي مثلا ده واحد ثاني لبس 210,000 15,000 500 وده حاطط عليه 50,000. نجي مثلا ده واحد ثالث اللي هو ده، في واحد مزاد عليه ب 100,000، واحد مزاد 90,000، واحد مزاد 85، اقل واحد مزاد 20,000. ده رقم 13 الناس اللي مزاد عليه 29,000 27,500 27,000 27,000. نيجي مثلا ليه ده لسه صغير اهو، رقم 29 ناس هنا عامله مزاد عليه 30-29,000. واحد زي ده رقم 25 دي الناس اللي عامله مزاد عليه، وده رقم 14 اللي هو ده حاجه زي كده مثلا اللي هو ده الناس مزايد عليه بالاسعار دي. مثلا واحد زي ده الناس مزايد عليه اهو رقم 16 الاسعار دي، رقم 10 وزيد وارسل. لما عرضنا لكم كده حبينا نغطي لكم المعرض زي ما هو موجود. طبعا في حاجات كتير معروضه في المعرض بس الحاجات ما نقدرش نعرضها على اليوتيوب ولا على التيك توك. مثلا زي معدات او ادوات تقدر تستعملها في الصيد، والمعدات دي ممنوع ان احنا نعرضها على اليوتيوب، علشان لو عرضناها على اليوتيوب او على اي منصه من منصات السوشيال ميديا الفيديو هيتمنع. حبينا بس نعرض لكم ونغطي لكم كل حاجه موجوده عندنا هنا في المعرض. اتمنى ان انتم تكونوا انبسطتوا من الفيديو واستنينا فيديوهات جايه كتير، وما تنسوش الدعم بتاعكم على فيسبوك تيك توك وعلى اليوتيوب وعلى انستجرام وكل المنصات. باي باي.